ألقاب ثلاثية تاريخية رفقة فريق المغرب الفاس الآن مع فريق الشيش الملكي. فرصة فرصة خطيرة 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 ركلة شيش سيقول الحكم ركلة شيش سيقول الحكم لفائدة فريق الشيش الملكي في حدود دقيقة 64. إذن الآن بإمكان المباراة أن تتغير معطياتها بعد انتظار إلى حدود دقيقة 64. كان تابع حماد حميدوش وكذلك يعني بودرة على مستوى الإدارة التقنية لفريق الجيش الملكي. هل يتنفسان الصعداء وكذلك كل مكونات فريق الجيش؟ هنا تابعوا يعني ما كانش هناك تسلل بتاتا كيف كان تابعوا من خلال إعادة، ولكن هذه فقط القراءة والملاحظة الأولية. أنا كتابعوا الخروج ديال الحارس حمزة حمودي وفريق الجيش الملكي يحصل على ركلة جزاء بداية اسقاط المادي النغمي. نتابعوا التدخل. إذا ركلة جزاء الحكم محمد النحيح لم يتردد في الإعلان عنها في حدود دقيقة 65 أن يكون هناك الهدف. إذا المادي النغمي المادي النغمي فرصة 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 لفائدة فريق الجيش الملكي. أخيرا الهدف يأتي في هذه المقابلة ويأتي من خلال ركلة جزاء لفائدة المادي النغمي الذي يحرك مدرجات ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا. فرحة كبيرة إذا بالنسبة لأنصار فريق الجيش الملكي بعد طول انتظار. إذا المادي النغمي يمنح الهدف يمنح الهدف في مقابلة كان فيها فريق أولمبيك آسفي حاضر بقوة على مستوى النهج التكتيكي المدرب يوسف فرتوت، لكن كنظن بأنه الكرة اللي عطات ركلة جزاء ما كانتش بهذا المفهوم ما كانتش في الحسبان ديال الفريق الأولمبيك يعني لفائدة فريق أولمبيك آسفي. تمريرة كانت عبد الكريم المرابط طير العرضية لفريق أولمبيك آسفي والمسجل ويونس حمال ضد مرمى. إذا هدف التعادل هدف التعادل يأتي في حدود دقيقة 69 ويونس حمال يعني بطريقة الخطأ يسجل هدف ضد مرمى. تابعوا الإعادة هنا العرضية كانت من طرف حمزة السمومي وسوء على مستوى الإبعاد تم الطرف يونس حمال لمنح هدف التعادل لفريق أولمبيك آسفي. هدف مقابل هدف. المباراة اشتعلت مشاهدينا الكرام بين الطرفين. كرة لفائدة الأولمبيك تابعوا العرضية في اتجاه مساعد عمليات المعترضية والإبعاد من طرف